تابع وطول الوقت عمال وانا رايح وانا جاي عمال اتابع الدنيا كلها يعني. فلا، في عندنا ناس كويسه جدا 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 جدا. عايز اقول لكم مثلا واحد على سبيل المثال، حاج اشرف السعد. اشرف السعد ده قاعد ساعات الليل والنهار على تويتر، يتكلم على مصر ويتكلم على الرئيس. وطبعا هو عنده جمله شهيره جدا اشرف السعد، رواد اكس او وتويتر سابقا يعرفوها عن اشرف السعد، مش مجالها دلوقتي، ولكن لما نعاكس بعض كده كذا كذا يقول جمع وانت بتاع فلا، خلي بالكم عندنا ناس قويه جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسمعوش اي حد تاني. فادي امريكا حضرتك منعين الراجل يروح يعمل لقاء مع بوتين. بوتين ده تفتكروا ايه؟ ده رقابه ولا ده متابعه ولا ده حياد ولا ده انحياز ولا ده يعني فيش حاجه اسمها اعلام اصله اعلام متساب سداح مداح. امريكا ما فيهاش اسمها سداح مداح. امريكا على فكره فوكس نيوز مع الحزب الجمهوري، سي ان ان مع الحزب الديمقراطي، بس نقطه. كل سنه وانت طيب. واضح يعني اعلام، انا بكلمك على اكبر دوله اللي هم دايما يقول لك الديمقراطيه، ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. الاعلام لازم يبقى له موقف، الاعلام لازم يبقى له رايه رأيه، ولا ما يبقاش يجي يقول لك اصل لا. انا مش من الناس اللي بمسك اعصابي من النص، انا بتكلم عن نفسي. انا شخصيا ما عنديش حاجه اسمها امسك اعصابي من النص خالص، لا عملتها ولا بعملها. انا راجل واضح، اللي بقوله وانا قاعد مع اولادي بقوله مع اصدقائي بقوله مع حبايبي بقوله قدام حضراتكم حبايبي على الهواء، رأيي واضح وانتوا تعودتوا عليا كده. انا مش اللي لا مش انا لا ما مش كده مش كده ده برميه كده. أنا رجل موقفي بعلنه على الهواء. طمنه يعني، فطمنه. أقول لك أصل العالم الأمريكي، العالم الأمريكي بيقول لك مواقفه واضحة. فوكس مع مين؟ فوكس مع الديمقراطيين؟ مع ترامب لحد النهاردة. سي إن إن مع ترامب؟ مع الديمقراطيين لحد دلوقتي وهتفضل. ده اعلام امريكي كبير، ليهم مواقف وليهم اراء وليهم موقفهم واضح ومحدد. مفيش حاجه اسمها اعلام متساب سداح مداح. فرنسا 24 تابعوها اللي عايز يتابعها، سيبك من بي بي سي، خلاص البي بي سي اتردمت فاشله. لكن لو هتتابع مثلا شوف موقفها ازاي، رايها ازاي، حنفيه. ما دي فرنسا. المانيا ديتش فيلا ولا شوف بيتعاملوا ازاي وبيتكلموا ازاي. الاعلام لازم يبقى له راي وموقف. ولا عشان تبقوا بس ايه، الناس تبقى هنا وعندي اكس، حسابي على اكس، حسابي قدام حضراتكم، ده حسابي اهو، ده حسابي الرسمي على اكس قدام حضراتكم، ده حسابي الرسمي. ده أنا طبعًا بقالي شهر أو من شهر أغسطس الماضي، وبالتالي إنه لسه حديث، ولكن لسه إحنا إيه يعني في البداية، لسه شغالين في البداية، بقول لسه إحنا بادئين يعني بادئين. تكتب تويتر بتلاقي عليها يعني آلافات آلافات من التعليقات وآلافات من التويتات اللي داخلة معانا، وزي ما بقول لحضرتك ربما إنه ده كمان بيكون يعني جزء ايضا من المنصات المهمه. عندنا صفحه فيسبوك وعندنا ايضا حساب على اكس او تويتر. اي صفحات تانية غير اللي انا بعرضها لحضراتكم دي مش صفحاتنا، دي صفحتي الرسميه. في ناس طبعا كانوا بيبعتوا لي لان هي لسه لم توثق، لازم يمر تقريبا 90 يوم ولا حاجه وبعد كده يتم توثيقها. فناس بيبعتوا لي صفحتك، اقول لهم قبل كده بيبعتوا لي اقول لهم ماليش على تويتر، وكنت بطلع اقول ما عنديش على تويتر. النهارده لا، عندي على اكس، عندي هذا الحساب على اكس قدام حضراتكم، ده حسابي الرسمي لسه يا دوب ما كملناش شهر. وزي ما بقول، وعلى فيسبوك حسابنا موثق طبعا اللي عليه 1,700,000. حسابنا على فيسبوك قوي جدا ومؤثر جدا، وعايز اقول لحضراتكم لان انا دايما بكتب ايضا عليه، فبتطلع منه اخبار كتيره قوي قدام حضراتكم. قدام حضراتكم 1,700,000 على حسابي على فيسبوك قدام حضراتكم، 1,700,000 واحد موجودين بيتابعونا على هذه الصفحه، ده الحساب الرسمي الموثق. والحساب ده اللي قدام حضراتكم يعني بتاخد منه اخبار كتيره،
بكتب حاجات كده بتتحول لأخبار في على مواقع وعلى قنوات وناس بياخدوها يشتغلوا عليها كمان. نكمل أخبارنا. ترامب يتقدم على بايدن بعشر نقاط في استطلاع رأي في انتخابات